استاذ جمال علام طبعا النهارده تردد كتير جدا عن موضوع ان اتحاد الكوره يعني بيتجه ان هو يلغي خاصيه الفار، والرابطه طلعت بيان قالت ان هي بتلزم اتحاد الكوره باستمرار خاصيه الفار. ايه التفاصيل وايه حقيقه الامر؟ لا، هو الاتحاد ما قالش ان هو هيلغي الفار. هي في مشاكل ماديه بين الشركه وبين الاتحاد، ويمكن دي هتتحل في الفتره القريبه جدا. احنا بعتنا جواب للرابطه وعرفناهم النهارده ان شركه افادت الاتحاد ان هي مش هتذيع النهارده، مش هتطلع عربياتها، وهي بتتحكم في عربياتها دلوقتي. فهي طلبت من العربيات بتاعتها ما تتحركش ناحيه اذاعه المباراه، واللي واجب علينا ان احنا نبلغ الرابطه. وبلغنا الرابطه النهارده، قلنا لهم ان المباراه النهارده ممكن تكون من غير فار. حاجات بالنسبه للمشاكل اللي بين الاتحاد والشركه الراعيه مش مشاكل متوارثه، ليها فتره طويله مش النهارده، ليها مستحقات كبيره من ساعه ما تم تحرير العقد بين الشركه والاتحاد. دي اللي احنا بنحاول نحله دلوقتي بين الشركه وبين الاتحاد، وان شاء الله نصل لحل فيها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وان احنا مش عايزين الفار، بالعكس احنا شايفين ان في ميزه اتعملت جوه اتحاد الكوره اللي هي الفار، واحنا مستمرين فيها ومستمرين في التجربه ان شاء الله، بس بعد ما نحل المشكله. طيب الشركه بتطالب ان هي ترفع التكلفه من 3000 دولار ل 5000 دولار، هتتعاملوا مع الموضوع ازاي؟ لا، احنا وصلنا معاها ان احنا قلنا نفس التكلفه، وصلنا معاها نفس التكلفه ان احنا نثبت نفس السعر اللي كان موجود، الحمد لله. وسعر الدولار فيه. سعر الدولار ثبت على المرحله القديمه كلها، ثبت عليها. لكن في المرحله الجديده ان هي المباريات اللي بتتلعب، لان احنا في مصر بنلعب كل المباريات بتاعتنا بالفار تقريبا، يعني ما فيش مباراه ما اتلعبتش بالفار، وكل مباراه ليها تكلفه واحده، يعني كل مباراه ليها تكلفه خاصه بيها ب 3000 دولار بتدفع للشركه. فطبعا دي امتى بقى نرتاح منها؟ بمجرد ما نخلص كل الميدانيه بتاعت الشركه القديمه من ساعه تحرير العقد لغايه دلوقتي. دلوقتي اللجنه الخماسيه، بعد ما نخلص الميدانيه دي كلها هتروح، يبقى بعد كده مش هندفع غير مصاريف تشغيل للشركه، تشغيل الفيديو العربيات فقط. طيب. العربيات هتبقى طيب. هنقلل التكلفه، بس المشكله ان احنا نسدد المبلغ اللي متواجد علينا، رغم ان هو كان مسند للشركه الراعيه في الاتحاد في العقود اللي اتعملت كده، لكن لسه بنحاول ان احنا نحل المشاكل دي كلها. الماتشات اللي مش هتتذاع يعني لغايه امتى مثلا متوقع الاسبوع ده كله؟ ولا متواصلين مع الشركه وبنتكلم فيها، بس لازم يبقى احنا لازم نبلغ، ويبقى عندنا الناس عندها معلومه، ما يبقاش ان احنا الناس متوقعه ان ممكن يبقى في فار في المباراه ويروح ما يلاقيش العربيه ويقول لك العربيه ما راحتش. احنا بلغنا الرابطه عشان يبقى الرابطه تبلغ الانديه. يعني هو مفيش